السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفه ديال القرص. القرص كيجيو زوينين، ما فيهم لا تكاليف لا حتى شي حاجه، تيجي واعرين، كل شيء عندنا متوفر في الدار كنحتاجو ليهم. ما عندنا زعما شي حاجه اللي غادي تحتاجي ليهم ولا كنتمنى من الله. ندير خميره، معلقه الخميره، معلقه سنيده، جوج معلقات ديال الدقيق، كنخلط مع الماء، نديرو الخميره الام، خلط مع الماء مزيان، نجيب الفوي هو اللي غيخلط ليا مزيان حيت المعلقه ما تخلطش، نطربهم مزيان حتى تنسجم الخليط ان شاء الله. ملي نسجم الخليط نغطيه بالسلوفان، خلوها حتى كتخمر حتى كتضاعف الحجم ديالها. قبل ما نقدم لكم المقادير كندير معلقه النافع، معلقه جلجلان، كيجيو زوينين. نص زلافه صغيره ديال الفلوق كندير فيها، المهم السكر على حسب داكشي اللي بغيتو، ما كنديرهمش حلوين بزاف. خماره وحده، ندير فيهم شويه الملحه ضروري باش يبين ما بين الحلاوه وما بين الملوحه، كتجي ديك فيهم ديك اللمطه زوينه. كندير بيضه، كندير الزيت، كنخلط مزيان الزيت مع البيضه تينسجموا، عاده كنزيد خميره الام. هاد الخميره الام كتجي زوينه، زعما اي حاجه كتطلع شي حاجه واعره، ملي ضعفات الحجم ديالها نخوي على العجينه كتجيب القرص، اي حاجه عجنه كيجيب داكشي زوين. صافي نخلط الخليط، ما كندلكوش البنات مزيان، المهم كنحاولوا ندورو هكا بشويه بشويه باش ما خوان القرص ما كيتدلكش، كتبقى شويه العجينه شويه دايره جاريه، شو ما جاريه ما كتبقى شويه متماسكه. المهم كل واحد على حسب الدقيق اللي عنده، كاين الدقيق اللي كيشرب كاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا عندي هذا ملي واخا كتكون حكا شويه مطلقه كيعقب شويه يشرب، كيجوني هما هذوك تبا تشوفو هما البنات ملي غادي نديرهم غادي يجيو زوينين. ملي غادي ديك الساعه نبدا نقرص فيهم غادي تشوفوا كيفاش غادي تجي العجينه ديالهم. بحال هكا البنات كنبقاو عنديوها ونجيبوها، ما كندلكوهاش نهائيا، شتي كنحاول نجمعوا داك الخليط مزيان حتى يتجمع لينا تتخلط لينا مزيان، ما تبقاش شي. البنات انتم كتشوفوا راه مطلوقه شويه، راه كتكون شويه جاريه، وكنعجنوها بحال هكا. نحاول نطرف جناب القصريه باش ما تبقاش تلصق ليا ويدي كيتلصقوا، باش كتجي العجينه زوينه. ها انتما كتشوفوا شي كضروري كتخاصها تبقى لاصقه في اليدين. كندير شويه ديال الزيت البنات باش صافي دابا غادي نجمعها. ها انت باش كتجمع كون كدير زيت ما تبقاش العجينه كتبقى تلصق لك في اليدين ديالك وفي القصريه. نجمعها، جمعتها، كنحيد العجينه من يدي، كتبقى لاصقه شويه في اليدين. نجيب شويه الزيت، داك الزيت كيبقى لي في الكاس نخويه، نجمعها، نجيب السلوفان غادي نقطعو نغطيه بالسلوفان قبل ما تخمر ان شاء الله. ثم بعد ما تخطيطها اللي عنده السلوفان يدير السلوفان، اللي عنده ميكا يدير ميكا. المهم مع العجينه مع الحال دابا بارد ضروري خاصها ضروري ديري ليها ميكا، باش انا كنفضل ندخل انا في القصريه ما نديرها حتى في شي اناء. راه كاين اللي كيدير في كوكوت، كاين اللي كيديرها في شي باسينه باش كتطلع، انا كنخليها هنا غطيتها نخليها حتى تخمر. بعد ما خمرتها البنات حنا حيدناها، حيدنا السلوفان، غادي نحيدو من الخل، نخرجو من هذاك الهواء، ندهنو يدينا بالزيت نخرجو من هذاك الهواء، حيدو مزيان. صافي دابا انا غادي نبدا نكورهم ونحط في اللاطات. انا عندي اللاطات دهنتهم شويه، انا عندي اللاطات مزيانين دايرين تيكونوا محروقين مزيان في الفران، كيجي واخا ما دهنيهمش كاع كيطلعوا سميتو هادو القرص يجيو زوينين.
ماشي بحال دوك البيضان شويه كيكونوا تيلصقوا، الا كانوا بحال هكا تيكونوا دايرين تيكونوا طاو مطوعين. صافي البنات، ونبقى بحال هكا حتى تنسالي. بعد ما سريت الطبقة الاولى غنحيدها وندير الطبقة الثانية. بعد ما سريت غنبسطهم واحد شوية البنات، ضروري تبسطيهم، المهم كتلبوهم بين ما تخليهم حتى يرتاحوا عاد سالي تجمعي سميتو وتخليهم بساطو شوية ونقرصوهم شوية بين ما كتجمعي ديك الروينة ديالك. صافي تقرصيهم، ضروري كنطلقوهم واحد شوية باش ملي كيجي كيجيو منفوخين كيجيو زوينين، ما كيجيش سميتو ديك البابة بوحدها وديك القشرة بوحدها كيجيو واعرين وما فيهم لا تكاليف لا حتى شي حاجة. الحمد لله كلشي موفر عندنا في الدار. خليهم دابا حتى يخمروا البنات، غنغطيهم ما غاش نديرهم لا دوري حتى تيخمروا، عاد ندهنوهم بالبيض. بعد ما خمروا البنات نتوما شوفوا كيضاعف الحجم ديالهم، ندير واحد البيضه نص كافي. انا كندير بيضه كامله، ما كنحيي ما كنديرش الصرب وحده حيت بحر يلا يلا كيجيو زوينين، كيجيو محمرين كيجيو زوين. بالنسبه لي درت انا الصرب بيض ما غاديش يكفاني، ف هاد جوج لاطات لي سرت ديال القرص ما غاديش يكفوني كاع نهائيا، داكشي باش كنفضل ندير بيضه كامله. صافو كنخلطها مزيان حتى تنسجم ليا الخليط نسكافيه مع البيض، نحاول نخلطهم مزيان. عاد ديك الساعه نبدا ندير لهم لا دوري، ونحاول ملي كنت ندير لا دوري البنات ما نطيحوش، نحاول نديرو مع بشويه كديرو ديك الشيته ديال لا دوري كنديرو بهم سميتو باش ما يطيحوش كيجيو زوينين. هاد الطريقه البنات راه كتجي زوينه، كتغطيوهم عاد بالبرد كتغطيوهم تيخمروا باش ما الا خليتوهم درتو ليهم لا دوري وخليتوهم عريانين تيقروشو داك البيض تينشف عليهم ملي كتدخلو من الفران. ملي كيطيب تيجي داك البيض تيبان داك البيض بحال تيجي بحال مشك، كتبان مشك هذيك القريصه ما كتبانش زوينه كتبري فيها البريه. من الاحسن البنات ديما ديرهم تكورهم تقرصهم تخليهم عاديين ما ديرهمش لا دوري حتى تيخمروا. ملي يخمروا عاد ديك الساعه كندير لهم لا دوري مزيان، كنحاولوا ما نوركوش على القريصه بزاف على شويه، راه اي واحد كيصايب لا دوري. ملي غادي نصايبهم غنديروا شويه ديال الجلجلان، كل وحده غندير فيها شويه ديال الجلجلان. انا راه دايره الفران دابا البنات كيسخن مزيان كيدير عادي. بالنسبه انا عندي ديال البوطه ديال الغاز، راه كيفاش كي كنطيب الخبز كنخلي سميتو كاين اللي تيكون عنده مجهد ينقصو، واللي عنده انا عندي فران تيكون بطيء. ها نتوما البنات شتيه عشويه ناقص. صافي المهم هو ضروري كيكون سخون. ها نتوما البنات ها هما القرص تيجيو زوينين البنات والله الا كيجيو روعه. جربوهم وما تنساونيش بارطاج وديروا لي جيم، انا اول مره غنلوح هذا الفيديو. ان شاء الله نكونوا قلاب على خفاف المغاربه ان شاء الله. وشكرا البنات، هانتوما شكرا، كنشكركم بزاف. وديروا لي بارطاج الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو معنا وديروا لي جيم. هانتوما البنات زوينين، وشكرا البنات، والى اللقاء مره اخرى.